ناطي العالم جايين بس تأخروا ما بعرف الجايين بعضهم بيجوا فعندك مشكلة إذا قعدت شفتك قاعد لحالك بعض دقيقتين لبين ما يجوا يعني جاي ناس لعندك إيه بعرف أكيد جاي ناس قاعد لحالك بس إنه أنا قلت بيجي بعض أنا وياك لأنا كمان ناطر ناس بس تأخروا صاروا واصلين إيه ما أنا هيك صاروا واصلين رح أقعد دقيقتين ما رح أتأخر لو عم بزعجك بس ما بعتقد لأنه بتأرجل؟ نعم بتأرجل؟ بحبها أبداً تركني مش رايق مش طايق حالي خير عارف بدك تسألني ليه جايك بالحديث اي جنس ما بعرف مقبر انا وياها مش طايق حالي مقبر انا وياها مرتك لا مش طايق حالي مقبر انا وياها لا ولا يمكن ابدا بك طول بالك شو بك طول بالك شو بدك تطول للطول ما شيء ما بينحمل ماني طايق حالي تركني النسوان كلهم هيك بنا لا ما بيجوز نحكي عن النسوان ما لازم ما بحب انا كثير يعني اللي بيشوشروها وبيلتلتوا عن النسوان لا خلينا هن جنس نحن جنس الله يوفقهم شو بدنا فيهم نتركهم بحالهم خليهم مالهم ومالنا ما عم تقول لي انه دوختك وما بعرف شو مالهم ومالنا الله يخليك ما خليك عادي مزبوط شو ايه مثل بدك مزبوط مثل بدك مزبوط لا كيف مزبوط هلا صرت معه عم بقول لك مش طايقه حيرتنا نحيي عم بدك شو بدك شو بدك رح سميتي لي بدني ونهاري كرمال شو بشط بس بوجهه هلا بس يجوا بدي اخبرهم خبريه بيقبروها سيزار بدك تفقع تفضل لا خي خلص خبر معك صورنا هلا صورنا لا بكتور انا وياك ما بتحب لا بكتور انا وياك مو قاعد لحالي زهقان مصور انا وياك خليك حلوه هيك خليك عامل هيك حلوه هيك اسمي عتيقه كسبتك بطريقه بدك لا خلص تفضل خلص خلينا بس كثير بتحب تشرب شيء؟ ناطر عالم مع الجلاده دقت خليك لك الو شو بعد بدك؟ بدي جننه شو بعد بدك؟ بدي اخليها تجن ليك بدك تسمعيني شغله رح اقول لك شغله انا بوستتك صوره هلا بعثت لك صوره صح جنبك اياها ايه هيدي الصوره اللي بعثت لك اياها افتحيها ايه فوتي زوم عليه منيح ايه رح اعترف لك بشغله هيك كسرنا باخر المطاف انا ما بحب البنات بحب الشباب وهذا صاحبي نونو شو بيش لا عم بمزح معك عيشوا كل غيره انا كاميرا خفيه مع كميل اسمر طول بالك هاي الكاميرا هونيك هذا كميل صغيرة خدها بوردالي